حكاية عمرها عشرة قرون. أسقطت دولة وبنت مسجدا، على أعتابه تغيرت دول وممالك. منذ البداية مخطط له لأن يكون مركزا لنشر المذهب الشيعي. فلما يجدوا من نبهاء الطلب من مال إلى المذهب الإسماعيلي يتحولون إلى مدرسة الدعوة. كتب تاريخ الأمة وبقي ليحكي القصة. فكر أن ينقل رفات الرسول لكي يجعل من القاهرة قبلة العالم الإسلامي. من الفاطمية إلى الأيوبية، ومن المملوكية إلى العثمانية. الأزهر في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.